لنا من هو خليفة في غولك صانع ألعاب، وفقك الله وزادك ربي حظك أخي سريم سامير ناصر. فيما يخص في غولي أخي سامير ناصر، أنا شوف عندي أولا نقطتين اثنتين. أنا ما درتش لاعب يعوض في غولي، يعني هناك الآن أنا شوف بأن هناك لاعب واحد يمكن له أن يعوض في غولي، وهو عوار، حسام عوار يمكنه أن يعوض لك في غولي كما احنا نقوله بالراحة يعني وانت مغمض عينيك. لكن الآن ما دام ما وش عندي البديل، أنا نفضل أن نجيب في غولي ولو كلاعب احتياطي، ولو كلاعب نلعب به شوط، وفي نفس الوقت نخير له البديل تاعه. في القناة تاعنا عندنا كم يعني من المباراة زامبيا وزيمبابوي، وانا نتكلم ونقول يا بالماضي يا وشوف لنا بديل لي في غولي، في غولي راه يكبر، والاداء اللي قدمه في غولي والمكانة تاع في غولي في المنتخب اي مكانة مهمة جدا 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 جدا، يعني لما يغيب لي في غولي نتألم ننظر والمنتخب ينهار، وحنا ما جبنالوش البديل بقينا نعتمد عليه طيلة المباريات. الان معليش نجيب في غولي بشرط، بشرط وشنو هذا الشرط؟ اني نبدا نبحث على البديل تاعو من الان، راهو معايا في غولي بصح في نفس الوقت نجيب البديل. اذا قدرنا نجيب عوار خلاص حلينا المشكل، اما اذا ما قدرتش نجيب عوار ما نقدرش هكذا نقول شكون هو بديل في غولي، لازم نجربه، لازم نلعبه، لازم نعطي فرص. لذلك الان في غولي حاضر وراني نجرب في اللاعبين، لقيت بديل وراه يلعب ما لقيتش بديل في غولي. بطريقه اخرى يعني في غولي لازم الان نخلوه سكور، ماشي سكور يعني يسال اللاعب لا، لانه السن تاعو يعني اكيد ما يسمحلوش انه يكون جاهز في كل مباريات. وراكم شفتوا في كاس افريقيا كان غائب ولعب بالابر، وفي مباراه الكاميرون لعب بالمباراه الذهب بالابر وغاب في اياب، يعني في غولي الان اصبح من الصعب انه يكون جاهز لك في المباريات المهمه، وبالتالي نخلي في غولي معايا لانه مكانته مهمه ولاهميه مكانته في المنتخب ما نقدرش نتخلى عليه بهذه الطريقه اذا ما جبتش معوض تاعو. وبالتالي انا افضل نجيب في غولي وفي نفس الوقت نولي نخدم للمكانه تاعو. هذا العمل كان من المفروض اني نقوم به قبل عام، لكن خلاص كما نقولوا طفرت، بصح معليش فتحنا امل جديد للمنتخب الوطني نعملوا عليه ان شاء الله ونلقاو البديل تاع في غولي. واذا لقينا البديل تاع في غولي صدقوني اننا راح نحلوا 50% من مشاكل المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله يا ربي. امير ناصر يقول اتمنى عوده روراوا كي يطرد بالماضي فقط. لا اخي ماشكش لا يطردوا، بل هناك كلام على انه روراوا يعمل على تجديد عقد بالماضي. شوف اذا كانت هناك اداره ممتازه جدا وكان هناك تدعيم المنتخب بلاعبي الصف الاول، واهم شيء يوم امس يقول لي تعرف شكون رومانو، انا لما تكلمت في فيديو يوم امس تكلمت عن بالماضي لازم عليه يدعم الطاقم الفني بمساعد مدرب تكتيكي من اعلى طراز. قال لي هل تعرف من تعرف من هو رومانو؟ اخي رومانو على بالي باللي هو متكفل بالتكتيك، لكن انا ما نتكلم ما نعتمدش على الاسماء، نعتمد على العمل واش تشوفوا عينيا. العمل التكتيكي في المنتخب الان منعدم، نقطة الصراحة، رومانو ولا طومانو ما يهمنيش الاسم. الآن المنتخب الوطني يحتاج إلى مساعد مدرب تكتيكي بكل صراحة. كل مدرب العالم، كل مدرب العالم عندهم مساعدين يعني كما نقولوا دهات، جمع داهية، دهات على ما أعتقد، ولا المهم جمع داهية في التكتيك، هما اللي يديروا لهم التكتيك. لذلك حتى الانديه كما قلت لكم بيب غوارديولا عنده دائما يروح لاسمه هذاك القصير اللي شعره شويه رطب، دائما كي تتعقد عليه الامور يروح ليه يسالوا، يعني دائما يعطي له. وهذا غوارديولا قامت التدريب في العالم. لذلك نقول اعزائي المشاهدين انه المساعدين في التكتيك لازم ضروره قصوى 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 في المنتخب الوطني. هذا التعليق تكلمنا عليه نوفل بن قاسمي، لا اريد ان اشاهد كاس العالم لاني لا استطيع بسبب عدم تقبلي لإقصاء الجزائر، حاولت نسيان الأمر لكن أتحسر كلما أرى أعداء المنتخب يستغلون الفرص، معليش يجب أن ننهض الجزائر بل كرة القدم. أخي شوف نوفل بن قاسمي، خلونا شكون أعداء المنتخب؟ ربي سهل عليهم، شو خلي كل واحد يهضر واش يحب، كل واحد يهضر واش يحب. الآن نشوف ناس يقول لك هاي الكاميرون تعادلت فازت بصعوبة أمام بوروندي، هاي مصر خسرت مع إثيوبيا، هاي تونس تعادلت مع بوتسوانا. يا جماعة ما كان دخلني فيهم، يا جماعة نخدموا منتخبنا، لازم نخدم المنتخب تاعي، خليني من تونس ومن المغرب ومن زيمبابوي ومن الكاميرون ومن كوت ديفوار، كل شاة تتعلق من رجليها، عندي المنتخب تاعي نخدم المنتخب تاعي. والان اللي يجي يقول لي ان كره القدم افريقيا تطورت، ما تطورت لا خرطي، كره القدم متخلفه، وكاس العالم رانا نشوفوا النتائج، منتخبات تروح تحوس وتجي، او جاي كاس العالم وشوفوا كره القدم اللي تطورت الافريقيه هذه، حسنا في سنه، حسنا في 10 سنين يجيك منتخب يدلك مفاجاه يوصل الى ربع النهائي، افضل نتيجه اللي ما قدرناش نتجاوزوا دور ربع النهائي وتقول لي كره القدم الافريقيه تطورت. لا يا الناس نكونوا شويه منطقيين، ما تطورتني والو.
يعني طوال الفترات المشاركه في الكره الافريقيه اقصى شيء يتاهل منتخب او منتخبين الى الدور الثاني. المنتخبات الافريقيه ما زالت تروح تلعب وتجي حصلت مجموعه، المنتخبات الافريقيه ما زالت تخسر مع المنتخبات الاسيويه في كاس اسيا وفي كاس العالم. كان هناك استثناء، الجزائر قهرت، مشي فازت فقط، قهرت كوريا. هذه سابقه من النوادر أن منتخب افريقي يتفوق على منتخب اسيوي في كاس العالم. حقيقه هذه يا جماعه حقيقه. الجزائر لما فازت على كوريا بالاربعه هذه كان انتصار عظيم عظيم جدا، وكوريا اعتقد انها لم تنهزم سابقا مع اي منتخب افريقي في كاس العالم، والسعوديه لم تنهزم ابدا مع اي منتخب افريقي في كاس العالم. واجهت تونس، واجهت الكاميرون، واجهت مصر، واجهت جنوب افريقيا، لم تنهزم. نعم يا جماعه، الان تجي تقول لي الكره الافريقيه واش ما تطورت؟ يعني يا جماعه نقولوا الصراحه، هذه صراحه مش يعني كلام محسول. الان ما تقوليش كره، وعلاش نربط روحي بالكره الافريقيه؟ خليني نطور نفسي، خليني نطور نفسي ونروح نشوف كاس العالم نلعب مع الناس. الان العمل تاع المنتخب الوطني عنده مشاكل واضحين، نحل المشاكل توعي والسلام عليكم. ومن بعد كي نتلاقى مع وقتاش نقول الان نحوس انا نتطور، افريقيا تتطور ولا ما تتطورش؟ لازم المنتخب تاعي يتطور، هذه هي اللي نحوس عليها. علاء يقول يجب ان نغير المنتخب 90% في التشكيله والمنافسه والانضباط. نوفل يقول ايت نوري لاعب ممتاز يمكن ان نظهر به ان شاء الله. الاخبار تقول بانه ايت نوري، هناك صحفي فرنسي في قناه بي ان سبور الفرنسيه يقول بانه ايت نوري اعطى موافقته للمنتخب الجزائري وسيكون حاضر في سبتمبر ان شاء الله يا ربي، لانه ايت نوري لاعب ممتاز جدا ويعطينا الاضافه، يعني اضافه رائعه جدا. قلت لهم بانه الاكوادور لن تقصى. علاء هل يمكن ان يشارك بلاي مكان في غولي كرقم 10؟ استبعد اخي علاء والله، لاني نشوف بانه اللاعب رقم 10 لازم يكون احنا نقولوا تكون الصنعه تاعو، لازم يكون الخدمه تاعو، لانه اللاعب اللي يلعب في الوسط ما نقولوش رقم 10، لانه رقم 10 اعتقد حاليا في وقت الكره الحديثه نادر ما نتكلموا على لاعب رقم 10، لكن اللي يكون يلعب في وسط الميدان ويربط وينشط الهجوم لازم يكون عنده رؤيه كامله للملعب، لازم يكون عنده تمريرات حريريه، لازم يعرف وقتاش يعطي الكره في المكان المناسب وللاعب المناسب. هذا الشيء لازم يعني يكون مثلا، ماشي شرط لاعب رقم 10، ريال مدريد عنده كروس ومودريتش، ولا واحد فيهم رقم 10، ولا واحد فيهم رقم 10. المهم يكون تنشيط هجومي. التمريره ما قبل الاخيره مهمه جدا، التمريره ما قبل الاخيره مهمه ومهمه جدا. هذا الشيء اللي يفتقده المنتخب الجزائري. في اي منصب يلعب زروقي في فريقه؟ لانني بدات اظن ان زروقي في الفريق الوطني هو ضحيه لمنظومه المدرب. اخي مونير زروقي في المنتخب او في نادي تفانتي يلعب كلاعب محور او ميليو سنترال، لا يلعب في المنصب اللي يلعب فيه مع المنتخب الوطني، لا هو ولا زرقان. الان الناس تجي تتكلم يقول لك بانك راك تعرف ما تعرفش خيمن بالماضي، انا ما قلت لكمش تعرف خيمن بالماضي يا جماعه، لكن عندنا عينين وعندنا عقل ونشاهد كره القدم. انا شخصيا نشاهد كره القدم تقريبا اكثر من 24 سنه. لما على الاقل نعرف مراكز اللاعبين لما نتفرج مباراه، اقل شيء تفرجت على زروقي في النادي تاعو ثلاث او اربع مباريات هذا الموسم، يلعب متقدم، ماهوش هو اللاعب المسترجع الكرات، ماهوش لاعب رقم سته. نتكلموا لكم معليش بالارقام، كيما احنا نقولوا بوست ويت، الان ما نقدرش نتكلم من ويت ودي سوبع، لكن في القديم كان مركز رقم ثمانيه، هو يلعب في ذلك المركز، ما يلعبش مسترجع كرات، لاعب محور ولا ميليو سنترال، ليس بالوسط الهجومي وليس بالوسط الدفاعي. لكن للاسف مع المنتخب الوطني احنا نخدموه كلاعب وسط، يعني وسط دفاعي، وزروقي ما يؤديلكش هذا الدور كما ينبغي، يؤدي هذا الدور في حالات خاصه وخاصه جدا. وراني ذكرت لكم المثال تاع تياغو مع بايرن ميونخ، ولا واحد ان يجي يقول لك بان تياغو لاعب مسترجع، لكن فليك لما فاز بست بطولات ولما فاز على برشلونه بثمانيه، تياغو لعبوا في مكان او مسترجع كرات، لكن الادوار والمهام تختلف، انتشار اللاعبين يختلف، وبسبب المكان تاع تياغو في ذلك المكان ألابا تحول من ظهير أيسر إلى قلب دفاع، وللآن يلعب قلب دفاع في ريال مدريد، لأنه ممكن اللي شاف ألابا فقط مع ريال مدريد، ألابا لم يلعب أبدا في قلب الدفاع، لعب فقط مع بايرن ميونخ آخر موسم ليه مع فليك في قلب الدفاع، هو كان ظهير أيسر، ومع المنتخب النمساوي يلعب في الخط الوسط، يلعب في خط الوسط وما يلعبش حتى مسترجع، يلعب لاعب وسط محور. يعني المكان تاع زروقي في نادي تفانتي، ولذلك اقول انه يمكن لك ان تستخدم بعض اللاعبين في بعض المراكز المختلفه، لكن اعزائي المشاهدين لازم هذا اللاعب يكون يؤدي هذه الادوار بجوده عاليه جدا، الانتشار تاع اللاعبين يخدم الادوار تاع هذا اللاعب وتدلو منظومه تحميه. تياغو
كان هو المحرك تاع بايرن ميونخ، لكن فليك كان خادم له منظومه الفريق كامله تحميه.